السلام عليكم ورحمة الله. من جديد بنتواصل مع كل الناس اللي بيتابعنا عبر هذا الصباح من صباح الشروق، والأجواء صراحة يا جماعة باردة جدا، ونحن بنصور في لوكيشن هو فاتح غطسر المعالم دي في إحساس البرد الشديد اللي احنا بنحسه. عشان كده انا من قبل بقول للناس لو ما عندكم حاجه ما تطلع من البيت عشان ما تمرض، عشان ما تبقى في دكتور وفي طبيب، وبنبقى في انه هل عنده بطاقه علاجيه ولا ما عنده بطاقه علاجيه، ونشوف الناس اللي بيستخدموا ذاتهم بطاقات التامين الصحي الايام دي هل بيكون في تكدس على المستشفيات والمرافق الصحيه، وهل بطاقه التامين الصحي هي قادره انها تفي كل الغرض او الاغراض او تغطي لنا الحوجه بتاعه الامراض اللي احنا بنحتاج لها، ولا لا محاور كثيره هنتعرضها ونتعرف عليها من خلال ضيفنا الموجود الان داخل الاستوديو. صباح الخير عليك استاذ عز الدين حسين حسن، مدير اداره التغطيه السكانيه بهيئه التامين الصحي ولايه الخرطوم. صباح الخير عليك. صباح النور. صباح الصحه والعافيه استاذ انسام، ومرحب بكل المشاهدين مشاهدين قناة الشروق القناة المميزة. إن شاء الله نقدر نقدم إفادات مفيدة لكل المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ عز الدين، خلينا نشوف ذات إدارة التغطية السكانية، شنو المقصود لنا بالتغطية السكانية؟ يعني التغطية السكانية هي طبعا الهدف الأساسي لإنشاء التأمين الصحي ولاية الخرطوم، إن إحنا نغطي كل سكان ولاية الخرطوم عبر مظلة التأمين الصحي. جميل. كل سكان ولاية الخرطوم يكونوا هم منضوين تحت التأمين الصحي. فده المقصود بالتغطية السكانية. وهل تمت التغطية السكانية لكافة سكان السودان في المناطق المختلفة لمظلة التأمين الصحي؟ هو طبعا لأنه المسألة دي ماشية عبر خطة ومرحلة. كل سنة احنا مستهدفين نسبة من السكان في ولاية الخرطوم. جميل. إلى الآن وصلنا لنسبة كويسة، يعني 48% من سكان ولاية الخرطوم. لحد 2025 إن شاء الله مستهدفين احنا نغطي 80% من سكان ولاية الخرطوم. إن شاء الله نتمنى ونتمنى إنه لحد ما نصل 100% وتكون تغطية كاملة بخدمات شاملة. لكن أستاذ حسين خلينا نشوف الشكاوي تكررت من المواطنين إذا كان سبب تردي خدمات التأمين الصحي وسبب تردي بطاقة التأمين الصحي. والله تردي خدمات التأمين الصحي يمكن يكون تعبير ما دقيق، يعني لأنه الناس دائما بتخلط حسب ما ورد في أيوه الشارع، والناس نعم كلها بتشكي. احنا بنتكلم على بلسان حال الناس يعني. ايوه تمام. لكن الناس بتخلط ما بين خدمة التأمين والعلاج. احنا كهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم منطبين احنا نقدم خدمة التأمين. المسألة هي مشتركة بمجموعة جهات. نعم. يعني احنا بنتعاقد مع المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات بحيث ان احنا نقدم خدمة التأمين الصحي. فالمراكز والمستشفيات وطريقة تقديم للخدمة دي مسؤولية جهات أخرى. لكن هل التأمين الصحي كتغطية هو فيه تردي؟ يعني احنا نقول احنا مغطين كافة الاحتياجات بتاعت المرضى. شنو يعني بس تدوني البطاقة دي تشوفوا انا ساكن وين ولا شغال وين وتملكوني البطاقة فقط، بعد كده انا اتعالج وين دي يبقى ما خدمات التأمين الصحي؟ من خدمات التأمين الصحي جايك الكلام، لأنه أصلا هو التأمين الصحي ابتداء بيأمن بيهدف لأنه هو يغطي كافة الخدمات بتاعت العلاج. نعم. سواء مقابل الطبيب أو عمليات أو أدوية. طيب المرحلة الثانية بعد كده يبقى ان هو التامين الصحي بيتعاقد مع المراكز الصحيه والمستشفيات. جميل. لانه التامين الصحي اصلا لا يمتلك مراكز ولا مستشفيات، ولا القانون بيسمح له انه يكون عنده مرافق صحيه اصلا. هو بيتعاقد. في بعض الولايات مكتوب انه مركز تامين صحي. هو مركز تامين صحي معناه المركز ده متعاقد مع التامين الصحي. ايوه ايوه. التامين الصحي بيشتري الخدمه من المراكز الصحية ومن المستشفيات والصيدليات. جميل. فيبقى هو التأمين الصحي لا يمتلك المراكز والمرافق الصحية. لما نيجي نشوف هل التأمين الصحي قدر يقدم خدمة جيدة كتأمين للمشتركين بتاعنه، نعم، بنلقى التأمين الصحي غطى كافة الاحتياجات العلاجية للمشتركين. سواء عمليات، مقابلات طبيب، اللي هو الفحوصات التشخيصية، المعملية، نعم، الأدوية، كل الحاجات دي كل مجانية ولا في الحاجات دي كلها يعني كلها مغطية عبر التأمين الصحي. نحن بنلقى بعض من الناس ايضا بيشتكوا يا استاذ عز الدين في الشارع العام، ولما تلقاهم في المستشفيات بيقول لك انه يا اخي انا عايز اعمل العملية الفلانية، بيقول لي الاسنان ما داخلة في التأمين، العيون ما داخلة في التأمين، العلاج الفلاني، بيقول لي والله ده ما داخل معانا في التأمين. الحاجة دي في ليها حل للمشاكل دي ولا انتوا قدرتوا حليتوا انه كل الخدمات تدخل تحت مظلة التأمين الصحي؟
طيب، كل العمليات في الأسنان ابتداء من النظافة إلى إزالة الأورام كلها خاشية في التأمين الصحي. نعم، العيون بكل أنواع عملياتها خاشية في التأمين الصحي. الحاجة اللي ما مغطيها التأمين الصحي مثلا في الأسنان الحاجات التجميلية مثلا زي التقويم وتركيب الأسنان كده. تمام، في العيون مثلا النظارات ما دخل فيها نظارات تجميليه، لكن يا جماعه النظارات دي ما اساسيه عشان ايوه لكن بيها. ايوه لكن كافه العمليات والاجراءات بتاعت المحتاج لها المريض انه يقابل الطبيب العمومي والاخصائي ويعمل عمليته في العيون خاشيه. فاذا حتى الادويه احنا مغطين كافه الادويه المسجله في وزاره الصحه، ما عندنا دواء خارج التامين. كل أكتر الادويه اكثر 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 من 600 دواء مسجل ده خاشي في خدمة التأمين الصحي. المريض بيدفع قيمة 25% من قيمة الدواء. في بعض الأدوية هي المريض بيدفع 50% من قيمة الأدوية. جميل. ودي عددها بسيط. يبقى بعد كده في العمليات والمقابلات وكده في المستشفيات الحكومية المريض أو المشترك بيقابل الطبيب مجانا في كل المستشفيات الحكومية، الطبيب العمومي والأخصائي ويعمل عمليته برضه مجانا. التحمل بيكون في المستشفيات الخاصة. احنا برضه متعاقد مع مستشفيات خاصة، المستشفيات الخاصة ما زي المستشفيات الحكومية لأنه هي تكاليفهم اعلى، فبيكون في نسبة بتاع التحمل بيتحمل المريض. وفي نسبة بيتحملوها انتوا كتأمين صحي. نعم. لكن خلينا نشوف استاذ عز الدين، اذا انت جيت تابعت بعض المسار بتاع الخدمة بتاعت التأمين الصحي والبطاقة، انت بتقول تدني او المشاكل اللي بتحصل بواجهها المواطن بواجهها من المراكز والجهات اللي انتم متعاقدين معاها، دي خلت التأمين الصحي يفقد بعض المستخدمين لبطاقة التأمين الصحي. ظهور بطاقة التأمين الصحي كان بكثافة وكان بتغطية عالية جدا، وكان على طول بنلقى الناس اكتظاظ يعني في أماكن العلاجية المختلفة. الآن كل زول جو إحساس جواه إنه والله يا جماعة أنا لو مشيت أتعالج حأمرض زيادة لأني ما حقابل الطبيب بسرعة وحلقى خدمات كده. ما حاولتوا مع الجهات اللي أنتوا عاملين معاها شراكات ذكية توروهم إنه يا جماعة دي مسؤولية وده دورنا وده مكانتنا يعني تعالجوا المشكلة دي؟ نعم، وطبعا احنا متعاقدين مع كافة المراكز والمستشفيات الحكومية. هي موزعة توزيع جغرافي على حسب الكثافة السكانية. طيب، لتوزيع السكان. بعد ذلك بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة والمراكز الخاصة. دي يبقى المسألة مسألة اتفاق ما بين هيئة التأمين الصحي والمستشفى الخاص أو المركز الخاص. أحيانا بعض المستشفيات الخاصة بتطلب أسعار عالية جدا. وإذا التأمين الصحي تعاقد معها عشان هو يقدر يوسع من المراكز واللي بيحتاجوها المشتركين، حنحمل المشترك قيمة أعلى قد هو لا يقدر عليها. نعم. فيبقى إحنا إذا كان أصلاً ابتداء إحنا مغطيين على حسب التوزيع الجغرافي للسكان، التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية على حسب الكثافة السكانية. جميل. انتوا دوركم بيكون في تواصل بينكم بين الجهات نفسها عشان ما تشوفوا مشاكل التامين الصحي، شنو المشاكل الموجوده اللي ممكن تتفادوها يعني وما تكون موجوده وتخدم المواطن؟ اكيد طبعا، احنا عندنا الان رقابه على المراكز دي، رقابه يوميه. احنا عندنا مستويات من الرقابه. اول حاجه عندنا رقابه مركزيه بتطلع فرق بتاعت تفتيش وإشراف. جميل. بتمر على كل المراكز والمرافق الصحية بحيث إنه يشوفوا إذا هم كانوا ملتزمين بالمعايير المنصوص عليها في وزارة الصحة. بعد ذلك في إشراف على مستوى المحليات، طبعا في كل محلية عندنا مكتب فيه مدير محلية، في مشرف لمشرف طبيب إشراف، في صيدلي إشراف. نعم. ديل برضو بيطلعوا على المرافق الصحية الموجودة في محليتهم وبيعملوا عملية بتاعت رقابة عليها. جميل. فإذا كان في قصور أو كان في يعني عدم التزام بالمعايير المنصوص عليها وزارة الصحة، بعد كده التأمين الصحي بيتدخل بحيث إنه هو يحاول يرجع المركز الصحي ده للطريق للمعايير المفترض هو يكون. دي خطوة في الاتجاه الصحيح. نعم. ممكن احنا نقدر نقول، لكن خلينا نشوف التأمين الصحي زمان بطاقة التأمين الصحي ما بيمتلكها إلا شخص يكون موظف. الآن في أصبحت لغير الموظفين في أسر، وفي أسر متعففة جدا هي بتكون في حوجة
ماسة جدا لبطاقة التأمين الصحي، كيف ممكن تتعاملوا مع الأسر المتعففة وكيف بتقدروا تصلهم في أماكنهم وتضمنوا لهم بطاقة التأمين الصحي العلاجية؟ طبعا الأسر المتعففة هي الممولة من الدولة، هو التأمين الصحي يعني أنك أنت تكون موظف، أيوة، المؤسسة اللي أنت بتكون فيها بيساهم معاك في قيمة التكلفة بتاعت التأمين، أو أنك أنت تكون في قطاع حر أو أسر متعففة، هنا أنت مفروض تتحمل القيمة بتاعت العلاج براك. طيب إذا أنا عامل بطاقة ليه بتاعت التأمين الصحي مدام أنا بتكفل بالعلاج؟ لا بتكفل، ما بتكفل بالعلاج، بتكفل بالقيمة بتاعت التأمين. أيوة، بإشراك التأمين الصحي يعني. طيب نيجي للأسرة المتعففة، الأسرة المتعففة أصلا ما بتحملوا أي حاجة، لكن متحملها الدولة عن طريق ديوان الزكاة أو وزارة المالية سواء الاتحادية أو الولائية. الجهات الحكومية دي هي سنويا بتستهدف عدد من السكان بحيث ان هم يتكفلوا بالتغطيه بتاعته، سواء عن طريق ناس ديوان الزكاه تحديدا عندهم لجان بتاع الزكاه، نعم، منتشره في الاحياء في ولايه الخرطوم، وهم بيقوموا يستقطبوا الاسر المتعففه على حسب المعايير بتاعت ناس ديوان الزكاه. عندهم معايير محدده بيقيسوا بها للزول ده بيستحق بطاقه بتاع الزكاه ولا ما بيستحق بطاقه الزكاه. فاذا كان بيستحق طوال هم بيستلموا مستنداته وبيتكفلوا هم بسداد قيمه التكلفه بتاع التامين. بالنسبه لوزاره الماليه الاتحاديه والولائيه برضو عن طريق الرعايه الاجتماعيه برضو في المحليات في باحث اجتماعي، ايوه، والباحث الاجتماعي والرعايه الاجتماعيه بيكلفوا لجان الاحياء. لجان الاحياء باعتبارهم هم موجودين في الحي وبيعرفوا الاسر المتعففه الموجوده في الحي، بيستلموا المستندات من الاسر دي وبتمر على الباحث الاجتماعي. الباحث الاجتماعي هو بشكل علمي بيقرر انه اذا كان الاسره دي فعلا بتستحق بطاقه مدعومه من الدوله او ما بتستحق، فاذا كان بتستحق احنا بعد كده يبقى دورنا احنا نستخرج البطاقه ونوفر لهم الاجراءات اللازمه. نعم. لكن خليني انا بما انه استاذ عز الدين بتكلم بلسان حال الشعب ولسان حال الناس اللي هم بيمشوا بيقدوا الخدمات، في كثير منهم بيكون عندهم بعض من الشكاوى، بعض من المسائل المحتاجه، لانه استفسار اكثر. يعني لما تمشي المستشفى بقول لك والله يا اخي ده ما دخلنا، شوفوا ناس التامين الصحي في كل مستشفى بيكون في زول عشان ما يمشي يكون مرجعيه للناس يسال منه يعرفوا الاستفسارات بيمشوا دائما الناس بيكونوا بسيطين جدا يعني. نعم. فعايزين يعرفوا اكثر هل الخدمه دي متوفره؟ نعم، احنا عندنا طبعا مركز الاتصال الهاتفي متوفر 24 ساعه على الرقم 3636 في اي لحظه، اذا اي مشترك واجهته مشكله بيتصل على 3636 وبيلقى الاجابه. يتصل على كم؟ يتصل على 36 36. 36 36 هي حتلقى فيها الإجابة عن كل ما يلي بطاقة التأمين الصحي. نعم، تلقى فيها الإجابة وتلقى فيها حل لكل المشاكل. إذا واجهتك مشكلة في مركز أو لقيت تعامل ما كويس من المركز برضو ممكن تتصل، وأنت بشكل فوري التأمين الصحي بيحل لك مشكلتك. ده حق من حقوقك يا مواطن. 36 36 هي خدمة التأمين الصحي الاتصال المباشر الممكن يضمن لك حقوقك اللي أنت بتستحقها. نحن شاكرين ومقدرين لك استاذ عز الدين في هذه الاستضافه من خلال هذا الصباح. شكرا لك كثير. كثر خير. لك كثير خير، بارك الله فيك. شكرا استاذ عز الدين حسين حسن مدير اداره التغطيه السكانيه بهيئه التامين الصحي ولايه الخرطوم.